وفي إطار تطوير وتعزيز علاقات الشراكة والاستثمار بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، يحضر قرابة 30 رئيس مؤسسة جزائري للقيام بجولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التظاهرة التي ستنطلق من 14 من شهر مارس 2017، ينظمها كل من مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي بالتنسيق مع سفارتي البلدين ومنتدى رؤساء المؤسسات. وأوضح رئيس مجلس أقول إسماعيل الشيخون أن المهمة التي ستخص مجالي المهمة أقول ستخص مجالي الزراعة والبناء، وستتم على مرحلتين في كل من كاليفورنيا ونيفادا. وأوضح أن خيار هذين القطاعين جاء بالنظر إلى مقتضيات السوق المحلية وتوجيهات الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية رئيس المجلس العمال الجزائري الأمريكي إسماعيل شيخون. أهلا بك سيدي، بداية هل لك أن تحدثنا عن هذا التوجه، توجه رجال الأعمال الجزائريين للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتعزيز علاقات الشراكة والاستثمار بين البلدين؟ نعم، السلام عليكم، شكرا على الدعوة. نعم، كاين 30 من رجال الأعمال الجزائريين اللي رايحين إن شاء الله يجوا لكاليفورنيا والنيفادا، هذا يعني في نطاق البرنامج تاعنا اللي سطرناه في 2017. هذا يعني أول في البرومي بروغرام دون كاد يعني لا ديفيرسيفيكاسيون. احنا حبينا يعني نمشوا لجميع السيكتور حتى التعاون هذا ما بين الجزائر وامريكا يكون يعني كبير ويكون يعني ديفيرسيفي، ويعني وخاصة باللي في نطاق يعني الزراعة الاجريكلتشر. علاش خيرنا كاليفورنيا؟ كاليفورنيا اللي معروفة عندها تجربة كبيرة في العالم، تعرفوا يعني واش كاليفورنيا واش هي بعد اللي توكل يعني 50 لزيطة هادو تاع الامريكان، وحنا حبينا التجربة هذه نعاودوا نجيبوها الجزائر، خاطر التجربة اللي مشات وليزيكسبير تاعها اللي خدموا، وحنا حبينا حتى الجزائريين يشوفوا يعني بالعلم اعتبار يروحوا حتى للفيرم للفيرم امريكان دوكم كاليفورنيا باش يشوفوا حتى كيفاش يكبروا الانتاج خاصة بالنوفل تكنولوجي بالانوفاسيون وبالنوفل تكنيك، وهذه اللي الجزائر تسحق هذا الشيء، تسحق فوا لي فيغ دي طيب دي 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 برودكسيون دي لارج برودكسيون. هذا فيما يخص مجال الزراعه، ماذا عن مجال البناء؟ وفي البناء ان شاء الله نمشيو للنيفادا، خاطر كاين هي سي اون فوار ديكسبوزيسيون اي كونفيرونس اللي هي كل ثلاث سنين، هي ثلاث سنين، هي اكبر هنا في الامريكان واكبر في العالم في الميدان تاع البناء، خاصه يعني سور لي نوفيل تكنيك تاع البناء، وخاصه لي نوفو ماتيريو دو كونستركسيون جدد خفاف لي باش بنادم يبني بهم. وخاصة ثاني وحنا حبينا ما في لا كونفيرونس هذه كي تكون اون كروند كونفيرونس انترناسيونال، يعني المجلس ديال الاعمال الجزائري ديما نورغانيزيو اون كونفيرونس اللي نسميوها الجيريا دي، يعني اليوم الجزائر، علشان باش يعني نوريو لهم نوريو ليزوبيراتور ايكونوميك امريكان باللي الجزائر تحتاج في ان بارتناريا، والبارتناريا اللي رابح رابح. وحنا حبينا على جال هذاك الشيء نهضروا على الامكانيات اللي الجزائر توفر بور لانفستيسمون، لو نوفو كود دانفستيسمون، المساعده اللي تشجع يعني بور لانفستيسمون اترونجي. وحبينا حتى هذيك حتى لي زوبيراتور تاع الجزائر باش يتمكنوا يتلاقاو بهم، باسكو يا دي ريونيون بي تو بي، سيتادير ان ماتش ميكينغ باش الشركات يهضروا يعني بيناتهم يشوفوا حتى كيفاش يروحوا بين البارتناريا. طيب هل من اتفاقيات مبدئيه للمؤسسات الجزائريه، هل هناك اتفاقيات يعني مبدئيه، رؤيه مبدئيه عنها؟ نعم، هل من رؤيه مبدئيه عن الاتفاقيات ممكن ان تحصل هناك يعني في الولايات المتحده الامريكيه؟ نعم، خاصه كي يمشوا لكاليفورنيا، كان حنا الناس فلاحين الجزائريين اللي عم يمشوا، حنا خيرنا من كل قطر الجزائر باش يمشوا معنا لكاليفورنيا، وتم حتى تم باش
يشوفوا المزارع اللي كانت تما ويهضروا مع الفلاحين الامريكانيين حتى كيفاش يتعاملوا، حتى احنا المقصود تاعنا حتى كيفاش تجيبوهم الجزائر باش يتعاملوا وحدهم، ماش باش يروحوا يشريوا يعني واش يشريوا ديزيكيبمون ولا يشريوا، معليش حتى يشريوا ليزيكيبمون على دينيغ جينيراسيون، خاصة في لو ترانسفير تكنولوجي كيفاش حتى يعني سيرتان برودوي باش يمشوا دون لي لارج برودكسيون، باش اليوم ان شاء الله الجزائر من الفوق ماشي غير بور برودكسيون لوكال وتمشي تمشي خاصة إلى فيغ ليكسبورتاسيون، وهذا يعني البيت برانسيبال سي دالي ان جور فيغ ليكسبورتاسيون. وصلت الفكرة وصلت الفكرة رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي إسماعيل شيخون، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا لك على هذه التوضيحات. في قطاع الفلاحة تعرف شعبة تربية المواشي مشاكل عديدة انعكست سلبا على نتائجها بالميدان، ففي هذا السياق أدى قرار رفع الدعم عن الشعير إلى مزيد من المشاكل والجدل الذي لا ينتهي، من المستفيد ومن الضحية؟ تفاصيل الموضوع نتابعها في تقرير أحمد رشدي. تربية المواشي بالجزائر تلك الشعبة الفلاحية المليئة بالتناقضات والمتناقضات، أرمت مؤخرا بأثقل ملفاتها لطاولة النقاش وهو مشكل العلف، فكان قرار رفع الدعم عن الشعير بمثابة فتح الباب الذي عرى المضاربين. كان الناس اللي ما عندوش المشيئة ويدي سيرتيفيكات فاكسيناسيون ويصرح بأرقام خيالية ويزاحم الفلاح أو الموال عند أبواب تعاونيات ويدي أكثر منه. اللي هاد دايرك مكلخة الحياة هي السيرتيفيكات فيتيرينار اي سو بريزونت افيك افيك 1000 تاع 2000 تاع 3000 تاع الموالة، يعني هاد البزنسة فهمت هما اللي كلاو ليهم حقهم. الفوضى التي عرفتها شعبة تربية المواشي كانت محصلة لغياب الرقابة ومنح الرخص لمن هب ودب، والحل يكمن في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب مع تفعيل سبل الرقابة. تعاونوهم بالاعتاد كما راني قلت قبيل، بالاعتاد الفلاحي بليكيت، وقفوا وكونتروليه، روح ليه زوره كل ثلاث شهور ربع شهور وشوف كما يهبط الشعير، ما يحتاجوك ما يحتاجوش كاع الدعم هذا. ما يحتاجوش اصلا. وعلاش المضارب هذا؟ شكون هذا المضارب؟ يعني انا لازم توجد اليات للرقابه، اليات يعني الرضعيه، ولازم الضرب بيد من حديد هذا المضاربين هذا. ما لازمش اذا نعاقب الموال الحقيقي بزياده السعر، هذا مش معقول يعني. بخطوات بسيطه لكنها صارمه يمكن حل مشاكل شعبه غنيه بامكانياتها فقيره بنتائجها، فهل رفع الدعم عن الشعير وغلق الباب امام المضاربين هو الحل ام ان المستقبل يخبئ الكثير؟ في قطاع التكنولوجيا صرح المدير العام لألجي الجزائر بيل وونغ كونغ أن ألجي ستشرع في إنتاج مكيفات الهواء وآلات الغسيل بالجزائر ابتداء من النصف الثاني من السنة الحالية، كما أنها ستشرع في إنتاج شاشات تلفاز أوليد لترفع بذلك نسبة تصنيع التلفازات المحلية إلى أكثر من 90%. التفاصيل في ميكروفون محمد سعداوي. سننتج بالجزائر آلات الغسيل ومكيفات الهواء في النصف الثاني من هذه السنة، سوف نرفع من نسبة صناعتنا محليا، وهذا سيمكننا من الاستحواذ على حصة أكبر من السوق الجزائرية حتى بالضريبة الجديدة على النجاعة الطاقوية، وسوف ننتج تلفازات أولد في النصف الثاني من هذه السنة لتصبح نسبة إنتاجنا للتلفازات بالجزائر تفوق 90%. more than 90% of TV will be produced in Algeria.